خرجوا من أجل فلسطين. لا تتوقف المظاهرة الداعمة لغزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر، أتراك وناشطون غربيون جنبا إلى جنب للتنديد بالمجازر الصهيونية. نحن نبحر بأسطول الحرية، وأنا هنا من أجل ذلك. لن نستسلم أبدا، هم يقتلون أمهاتنا وأبناءنا، ونحن لن نستسلم حتى تكون فلسطين حرة. هتفت الحناجر دعما للمقاومة في غزة، يؤكدون أنهم خرجوا لإيصال رسالة إلى الغزيين بأنهم غير منسيين في وجدان الشارع التركي. نحن نحب الفلسطينيين وخرجنا اليوم لنؤكد لهم أننا معهم، نريد أن نقدم لهم الدعم، لكن ليس بوسعنا الآن سوى التظاهر. شعارات رفعت تندد بسياسة الإدارة الأمريكية المنحازة إلى إسرائيل. طالب المتظاهرون بضرورة ممارسة مزيد من الضغط الجماهيري في العالم لإجبار الحكومات الغربية على تغيير مواقفها ووضع حد لإراقة دماء الفلسطينيين. لا يتوقف الحراك الشعبي في تركيا دعما لقطاع غزة. موقف متقدم للشارع بات يوازيه موقف أكثر حزما للحكومة. كلا الطرفين يؤكدان أن لا تراجع عن هذه المواقف المنددة بإسرائيل إلا حين يتوقف العدوان على الفلسطينيين في قطاع غزة وتتوقف آلة القتل عن حصد أرواح الأبرياء هناك. عدنان جان، العربي، اسطنبول.